بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الاستوديو التحليلي اللي النهارده هيكون مختلف تماما، مختلف في كل حاجه. وان شاء الله في نهايه او بعد نهايه المباراه تعم الافراح جميع ارجاء مصر عندما يتوج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره ان شاء الله عند لقائه اليوم امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. في قاره افريقيا كل كرة القدم بتدور في فلك النادي الأهلي، فهو النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات الأفريقية في القارة السمراء. النادي الأهلي صاحب جميع الأرقام القياسية في القارة السمراء، وهنيجي بعد كده لما نيجي نتكلم على الأرقام القياسية هتشوفوا إن الأرقام القياسية بتاعة النادي الأهلي هو بيحاول إن هو يحطم الأرقام بتاعته. ماتش من ماتشات اللي هي بتقف فيها الحياة في مصر تماماً، ماتش مستنينه من ايام القاضيه لو فاكرين، ماتش لما خدنا التسعه على حساب نادي الزمالك بكوره قفشه في القاضيه، ممكن كلنا بدون استثناء قلنا للنادي الاهلي مبروك العشره على طول. يعني احنا قلنا مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، مبروك لمجلس الاداره، مبروك المنظومه كلها، ولكن العشره وصلنا الحمد لله العشره، وصلنا العشره. دي يمكن تاني مرة على التوالي ثلاث مرات حصلت في قارة أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة نادي الأهلي لو كسب البطولة النهاردة يبقى حقق الكلام ده ثلاث مرات، محدش حققها بكده غير في البطولات العالمية، غير ريال مدريد وفرقتين كمان في أمريكا الجنوبية. إن شاء الله الأرقام القياسية دي تتحقق النهاردة.